السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم بهاء. في درس جديد طلب مني، وهو طريقة رفع الملفات على الاي بي اف اس. الاي بي اف اس للناس اللي ما تعرفوش، او هو مش رفع الاي بي اف اس، على المنصات اللي بتدي خدمة الاي بي اف اس. احنا معظم فيديوهاتنا قبل كده كانت موجودة على منصة انفيور، يعني دي بتقدم خدمة الاي بي اف اس. هي ممكن تكون حاليا ليها هولد على بعض الاكونتات، بس انا عندي اكونتات شغاله عادي بقدر ارفع عليها. بس البديل ليها، واللي انا حتى استخدمته وهتلاقوني استخدمته قبل كده مع فلاتر، هو باينيتا. وده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. دي سيرفيس بروفايدر بيقدم نفس الخدمه. باينيتا اهي، باينيتا كلاود، تمام. بس ده الدوكس، احنا نمشي فيه واحده واحده. ماشي، خلينا نستنزف اهو. نفتح اللي بتاع من بره. طبعا انا كنت قلت قبل كده ان ليه بحب يعني بحب اكتر انفيورا، بس انفيورا مع بعض الناس نعرف فيه مشاكل دلوقتي عشان الفري عنده احسن. بس مش فارقه يعني، حتى انا بصراحه انت لو هتشتغل برايسنج بتاع ده، طبعا بقول لك انت ليك البين توتال فايل وان ستورج، بس المنصلي كويس، لان اوقات برضو ده بيعلق ما بيديكش كل حاجه. فانت لو هتستخدم الخدمه دي، هي في الاول والاخر بالنسبه للفايلز انت بحاول ترفع الملفات بتاعتك على زي ما بيقولوا كده ويب 3 بروفايدر شغال بيحفظ الفايلز، عشان نرجع بالهاش وبعد كده نستخدمه في السمارت كونتراكت بتاعنا. ماشي، فاحنا هنمشي واحده واحده مع بايه؟ باينيتا. هروح نعمل اول حاجه، هقول له جيت ستارت. طبعا هيجيب لك ده هنا، يدينا ريجستر عشان اعمل لوجن. هنعمل لوج اوت عشان نسجل اكونت من اول وجديد. هنقول له احنا عايزين نكريت وان. انت كريت اكونت عادي، تمام. ماشي، انا معايا عند اكونت انت بتكريته، انا كنت شغال حاليا بالتقريبا ده. ماشي، طيب اللي انت محتاج تعمله ايه بقى؟ كل اللي انت محتاج تعمله لما بتدخل هنا، انت بتكريت، احنا عشان نكونكت مع اي بروفايدر بنحتاج ان احنا يدينا الكيز اللي هندخل بيها، البرايفت كي، البابليك كي، كيز عشان ندي كريدنشال، مش اي حد معدي كده ويعرف يرفع لنا، يعني عشان نربط الكريدنشال. فانت بتحتاج تكريت ايه؟ لو رحنا هنا على الاي بي اي كيز، طبعا عشان ده فري انا ليا واحد بس، فانت كل اللي محتاجه هنحذف ده ونعمل واحد جديد، بس مش مشكله. ماشي، نحذف ده ونعمل واحد جديد مع بعض. ماشي، هنحذف ده ريفوك كي. هتروح هنا تعمل نيو كي، هو هتقول له تمام انت ممكن تحدث على حاجات معينه من دي، بس انا كواحد ادمن عايز نفس الموضوع يعني. طبعا ممكن اعمل له الليمت. المهم انا عملت تمام، هكتب هنا مثلا كي ده اي بي اف اس انترو. طبعا الحاجات دي احذفها وما ينفعش حد ياخدها اصلا. جنريت كي. ماشي، جنريت كي، هو خد لي كل دول. انا محتاج الاي بي اي كي ومحتاج الاي بي اي سيكريت. ماشي، انا هقول له كوبي اول. ماشي، هحطهم حاليا. خلونا نفتح، خلونا نعمل ويندو هنا، نجيب مشروع كده، هنروح هنا نفتح الفولدر اللي انا، نفتح فولدر عشان نبدا نكريت بقى مشروع رياكت ونحط في الحاجه، او نيكست اي كان يعني، نفتح رياكت عادي مش مشكله. خلينا نروح مثلا اي ار دابس هنا، اقول له اوبن، بس انا مش عايز دور اصلا. ماشي، خلينا نقفل ده، نروح هنا، نروح في واحده هكريت فولدر جيت هاب اي ار دابس هنا، نعمل نيو فولدر مثلا هنسميه اي بي اف اس رياكت، اي بي اف اس رياكت باي ديتا. خلونا قبل ما انسى ان انا اكبر شوية ال نيو ويندو، احط دي هنا، وهنعمل هنا مثلا هنا داتا دوت جي اس مثلا، نحط الداتا دي كده، او لا خليها داتا دوت دي. ماشي، ده اللي باي كي السيكريت، طبعا ما ينفعش حد يشوف الكلام ده، بس انا اصلا همسحه بعد ما اخلص. ماشي، طيب هنيجي هنا بقى الكاريت ايه؟ طبعا انتوا عارفين ازاي دي كاريت مشروع نيكست، صح؟ إيه، سوري، رياكت او نيكست اي كام، بس احنا كنا نعمل مشروع ايه؟ رياكت. بنقول له ام بي ام انستول ايه؟ ام بي ام انستول ام بي ام كريت رياكت اب، وتسموه زي ما انت عايز. نفتح هنا التيرمينال. احنا ممكن خلاص، وهي مش مشكله، هنكريت هنا مشروع اسمه واي اب، هيبقى مشروع رياكت عادي.
عشان هنعمل ايه؟ خلينا نصغر دي شوية عشان نفتح هنا يعني نفتح في نفس الشاشة الويب سايتس اللي احنا هنشتغل عليه عشان نشوف. احنا كل اللي احنا عايزين نعمله زرار نضغط عليه ياخد صورة ملف او صورة من عندنا مع الجهاز، صورة ويرفعها، وبعد كده يرجع يعرضها لي ونشوف الاي بي اف اس ايه بتاعها. خلاص انا بيخلص اهوت، تمام خلص كده. انا هقول له سي دي ماي اب وهقول له ام بي ام ستارت عشان نرن ايه المشروع بتاع. طبعا هو بيرن اوتوماتيك اهو، ورن بس في الشاشه التانيه رن اهو ده المشروع ايه الرياكت. خلينا نروح نحذفه، ندخل جوه، ندخل نحذف اصلا الحاجات اللي موجوده، مش عايز انا احذفها اصلا مش الا كده، وهكتب بس هلو وورلد بس عشان المشروع يكون شغال على الوورلد. ماشي. طيب احنا لازم نعمل ايه بقى؟ احنا خلينا بس نكتب ايه، نعمل كومبوننت هنا مثلا اهو. ماشي، بنعمل نيو فايل هنسميه مثلا ابلود ايمج تو اي بي اف اس دوت جي اس اكس، ونقول له رياكت كومبوننت ستيبتس كده او كده ايا كان. ماشي، خلينا نروح بس نعمله استدعاء هنا عشان ايه المكان ده. هو المشكلة is not defined. ماشي تمام، هو كده جاب البتاع عشان نروح نشتغل ايه، نشتغل كل حاجة في الصفحة دي. طيب هنعمل ايه بقى؟ أول حاجة خلينا نحط هنا، مع إن المفروض نحطها في دوت اي في بس قشطة يعني. خلينا ناخد الداتا دي نقول كده عشان دول اللي هنحتاجه ونحطهم هنا. ماشي، نحطهم كده. طبعا دي اسمها اي بي اي كي، خلينا نسميها كده. وطبعا لازم قبلها نحط كونست، وهنا برضو كونست طبعا مش كده، خلينا يساوي، وده هيبقى سترينج، وده برضو هيبقى يساوي سوري، وده هيبقى عادي ممكن تسيبه كده وتخلي سترينج اتس اوكي يعني. فاحنا هنا في الاول عملنا ايه؟ هنا احنا حطينا الايه السيكريت كيز، وطبعا زي ما احنا قلنا المفروض يبقوا في ايه الدوت ان في او ايا كان، بس احنا عشان ايه نحاول نكتب الكود كله هنا عشان الناس تاخد تقسمه زي ما هي عايزه بقى، عشان برضه الناس ما مت... اول حاجه انا المفروض هنا هعمل الداله ايه؟ المفروض انا عايزه من الاول الشكل اللي هو بتاع ايه زرارين، واحده بتجيب الصوره من عند الجهاز، وبعد كده زرار تاني يرفعها الاي بي اف اس. انت عايز تخليهم كلهم في داله واحده، انت حر ماشي، بس يعني ممكن تخليها انا هعملهم اثنين عشان بس الستبس تبقى واضحه لكل الناس. فالمفروض هنا دلوقتي هقول له ايه؟ هقول له كرييت فانكشن تيك ايمج فروم بي سي ماشي. وبعد كده المفروض هيبقى عندي ايه؟ كرييت ابلود فانكشن تو اي بي اف اس تمام؟ ماشي. طيب هنيجي هنا اول حاجه هنعمل الداله البسيطه جدا اللي هي بتاخد ايه؟ اللي بتاخد الصوره. هقول له كونست، انا اقول له مثلا اسميها هاندل فايل تشينج عشان دي بتحصل لما الفايل تشينج تحدده يعني، ودي هتقول له هتاخد ايفنت منك والمفروض هترجع لنا ايه؟ كل اللي هتحتاجه هتاخد من الايفنت ده التارجت والفايل دوت وير، لان هيبقى فيها فايل، فانا عايز احفظ الصوره هنا. هنعمل له ايه؟ يوز ستيت كونست هسميها مثلا دي هتاخد الايمج ايمج وست ايمج، دي اللي هتاخد من اليوزر ست ايمج، وده هتساوي يوز ستيت ماشي. في الحاله دي مش هيبقى فيها حاجه حاليا، وممكن نخليها مثلا ايه اسم كده، وهنا هقول له ست ايمج الاي دوت تارجت دوت فايلز اوف زيرو، لان هي تاخد ايه فايل واحد منها تمام. المفروض هي دي. هنيجي هنا بقى خدنا مثلا ايه، نيجي كده خدنا مثلا اتش 1 ابلود يور ايمج تو اي بي اف اس اوكي، ده اللي هو هنا فوق تمام. هاجي تحت هنا تحت ال هنا هقول له ايه بقى، انا عايز اعمل هو الانبوت، عايز اعمل انبوت، فهقول له انبوت انبوت تمام.
طبعا الموت سنجل تون. هاجي هنا هقول له ايه بقى؟ طبعا هقول له الطيب بتاعك فايل ماشي، وهقول له اون الاون تشينج، شغل لي الداله اللي انا عاملها اللي اسمها ايه، هاندل فايل اون تشينج بس ماشي. فالمفروض فتح لي دي كده، لما اجي اضغط عليها كده المفروض هياخد لي الصوره دي مثلا كده، المفروض هو خدها اهي خلاص ماشي. يعني لو انت عايز مثلا هنا خلينا هنعمل الداله التانيه الصغيره، هنيجي كده اللي هي الداله بتاعت الابلود دي، هنعمل بس زرار ونديله الابلود ونشوف اللي هي اللي هو هياخدها منه. فانا هقول له ايه مثلا الداله دي هيبقى اسمها ايه، ابلود تو كونست ابلود فايل تو باي داتا. طبعا كل اللي بعمله ده جاي من الدوكس تمام. هي اللي انت هتعمله كله هي كلها اند بوينت اصلا، يعني كانها جايه لك من اي بي اي بتاخد منك فايل وترجع لك الهاش، فالموضوع مش معقد. فاحنا هنكلم الاي بي اي دي يديها الفايل ترجع لنا الهاش، بعد كده تاخده بقى تعمل في اللي انت عايزه، تحطه في البلوك تشين تعرضه دايركت زي ما انت عايز ماشي. فا ابلود فايل تو باي نيتا هي من ايه، مش شايف انا بكتبها كده اصلا، هيساوي كده هيساوي كده ماشي. طبعا اكيد الداله دي اصلا بتبقى سينكرونس ماشي. خلينا بس هنا الاول لما اضغط على ابلود دي خلينا اعمل سي ال جي كونسول لوج يعني للايمج اللي انا حطيتها ماشي. وهروح اعمل هنا زرار، خلينا نعمل بي ار، وهعمل بوتون و سوري ايه ده بوتون، هقول له مثلا ابلود تو باي نيتا، باي نيتا كده صح ماشي. وهنا هقول له اون كليك ماشي. انت حاليا بس خد الابلود كده ماشي. خلينا نعمل انسبكت بتاع اللي بالك فيه يا واحد ده، شوف ماله كونسول اهو، مالك في ايه، ما تطلع ايه ما تطلع انت مالك ماشي. المفروض كده لما اقوله كده رجع لي هو ايه ده الفايل اهو، ده الفايل نفسه الداتا بتاعت الفايل لو انا فاضي شويه ماشي. خلينا ماشي خلاص تمام. فاحنا كده عملنا الاثنين، احنا بقى كل الشغل بتاعنا هيبقى جوه الداله دي. الداله دي المفروض هتاخد ايه؟ المفروض تاخد الايمج اللي انت رافعها دي وتبعتها للسيرفر بالكريدنشال اللي احنا عملناه، هي داله واحده، هو ده الموضوع ببساطه. وكان هو نفس اللي بيحصل في الداله بتاعت فيورا، كنت بتدي له الكريدنشال وبترفع على الاي بي اف اس بتاعها. احنا هنا هو بيديك الراجل اند بوينت بتاخد منك بوست وبترفعه ماشي. طبعا الاند بوينت بتاعها لو جينا نروح كده ممكن نروح نسيرش عليها، لو جينا كده ورحنا الأكيد هيبقى اي بي اف اس فين الدوكس. لو جينا انا عارف انا طبعا عشان عارف اسمها، هو انت بتقول له البن فايل بين فايل اي بي اف اس ده هو ده ماشي. ده انت بتروح تبص عليها بيقول لك انت عايز اوثرايزد، ممكن تعمل له يعني هي نفس البتاع دي كده اللي هو رحنا بص عليه. لو رحنا للجافا سكريبت اهو ماشي، هو ده اللي احنا هنبديه. طبعا ممكن تعمله بالاسرز اللي موجود بس احنا هنعمل بتاع التاني. عايز تديله فورم داتا ايا كان يعني، ف والبن جيسون ليست فايل، وانت عايز تديله ليست فايلات، فهو الموضوع هنا بصراحه بيديك ايه دوكس كويسه. طيب نروح نكمل اللي احنا بنعمله، نصغر دي كده ماشي تمام. هنيجي هنا بقى اول حاجه هقول له يا سيدي، اول حاجه انت عايزين نعمل انستول لاكسيوس لان هنستخدمه. اللي ما يعرفش اكسيوس، طبعا اكسيوس دي بنستخدمها عشان نعمل كونكت مع اي بي اي، وفي فيتش موجودة بس أنا بحب أكسس بصراحة. فهقول له يارن انستول أكسيوس، أنا بصراحة مش فاكر بستخدم ام بي ام ولا يارن. أكسيوس انستول سوري أكسيوس أكس، أنا كاتبها صح ولا غلط؟ ماشي نعمل لها امبورت، احنا هنستخدمها امبورت اكسيوس فروم اكسيوس تمام
قلنا لها امبورت على ما خلص طبعا التحميل تحت. فهنيجي هنا هنعمل ايه بقى؟ طبعا دي دلة قوي هتبعت حاجة فلازم هنستنى ماشي. طبعا في نقطة، احنا هنبعت فايل، فاحنا لازم نبعت، لما تبعت فايل للسيرفرز عموما بتبعتها في حاجة اسمها فورم داتا ماشي. هنيجي نشوفها دي بتعملها فورم داتا وتديها كيو فاليو. بس خلينا نعمل الاول ايه، هنيجي هنا نعمل له طبعا خليه يخلص بس ماشي، وبعد كده نقول له npm start عشان يستارت وما يبقاش فيه ايرورز. تمام ماشي. فهنيجي هنا هنقول له ايه، طبعا هنستخدم تراي وكاتش عشان ولو هنا في ايرور يرجعه لنا ماشي. تمام. انا هنا عايز اعمل ايه يا سيدي بقى؟ انا عايز اقول له روح في التراي هنا، هقول له اعمل ايه بقى؟ هقول له كونست الريسبونس هيساوي ريسبونس او ريس زي ما انت عايز يعني اويت واكسيوس دوت بوست ماشي. وهنروح لليو ار ال ده، هو بياخد منك اليو ار ال اللي انت هتروح له وتعمل له بوست، فهو اليو ار ال ده خلينا ناخده كده، ده اللي هو من الجامد ده. وبعد كده بتبعت له الفورم داتا، فورم داتا. طب الفورم داتا دي مش عندنا، خلينا نعملها عشان اقول لكم بتتعمل ازاي. هو المفروض بياخد منك الفورم داتا او في البادي يعني فورم داتا. فاحنا نيجي هنا نقول له كونست فورم داتا دي هتساوي من نوع نيو فورم داتا. تمام. بعد كده هتعمل لها امبيد في الصوره، فهتقول له فورم داتا دوت امبيد، يعني تضيف تعمل بقى ايه، هوريها لكم في اند بوينت دلوقتي. لما نيجي كده بتقول له هنا بقى، هو الحاجه لازم تبقى زي ما هي كده فايل ماشي، وتدي له هنا بقى ايه، ده الكي والفاليو بتاعه الايمج اللي احنا عاملينها فوق ماشي، فلازم تبعت له كده. طيب يعني ايه الجزء ده؟ بصوا المفروض الناس يعني عارفه البوست مان. البوست مان ده احنا ممكن نبعت منه نفس الاداه دي بالاثورايزيشن بقى لو احنا هنبعت بالجي دبليو تي. بس خليني اقول لكم حاجه، عايزين سيرفيس مثلا يكون فيها بادي. بص لو عملت فورم داتا، لما تيجي تبعت صوره هنا وتيجي هنا تقول له فايل، فبتدي له بقى كيو فاليو. فالمفروض هنا بتقول له فايل وتيجي هنا سوري، هي هنا المفروض فايل كده شيل دي، وتيجي هنا بقى الفايل ده هتيجي هو بص سيلكت امبورت فروم لوكال ماشين، اخد الصوره كده، فهو هيروح بقى للسيرفر بالفايل وياخد دي معاه، فيبقى كيو فاليو. هو ده اللي هنعمله. طبعا السيرفر هو بتشوفه مسمي دي ايه، لان انا مثلا كنت شغال حاجات بيقوم مسمين دي ايمج مش فايل، فدي بتبقى جايه حاجه ستاتيك من السيرفر ماشي، فدي احنا جايبينها من الدوكيومنتيشن برضه ماشي. فاحنا كده خدنا الفورم داتا اللي هي الصوره بتاعتنا اللي احنا جبناها من اليوزر ورفعناها على الاند بوينت دي ماشي. طبعا بقى معانا هنا حاجه اللي هي الهيدرز بقى، الهيدرز دي بقى اللي احنا هنحط فيها ايه، اللي احنا هنحط فيها، لا مش كده، احنا فورم داتا الهيدرز، ايوه الهيدرز دي بقى ايه اللي هي اللي احنا بنحط فيها بقى ايه الكيز والفاليو بتوع ايه، بتوع الكريدنشال اي باي سيكريت والاي باي الاي باي كيو والاي باي سيكريت. ولازم يكونوا طبعا، بصوا خلينا ناخدها كده عشان ما غلطش فيها، ده برضه جاي من الدوكيومنتيشن ونبص عليه اهي، نعمل كده بص. دي طبعا الكونتنت طيب، انت بتقول له دي حاجه فورم داتا، دي بتكتب برضه من هناك. بعد كده عندك الباي نيت اي باي كي، لازم الكي كده، ودي السيكريت كي طبعا، دول عشان كنت عاملهم بحاجات قديمه، ده عايز الاي باي كي، فهقول له خد الاي باي كي اهو ماشي، وانت هنا عايز الاي باي سيكريت، خد الاي باي سيكريت، هي الداله دي اللي بترفع كل حاجه ماشي. فاحنا هنا عندنا ده ريسبونس هيروح وهيرجع، انا بس اتاكد كده ده البتاع اهو لغايه هنا ماشي، لغايه هنا. خلونا كده، خلونا نروح احنا دلوقتي المفروض هيرجع لنا الريسبونس او الريس ده دوت داتا. فخلينا نعمل سي ال جي ونطبع هنا الريس دوت داتا، شوفوا اصلا هتروح ولا لا، وهتنطبع ولا مش هتنطبع. طبعا احنا الداله دي حاطينها في البتاع دي صح، مش تقول له تمام، نعمل ريفريش نكبر دي شوية، هنبص هنا في الكونسول، نروح نعمل رفع للصورة بتاعتنا دي ماشي، احنا لسه ما رفعناش، احنا بس خدناها، هنعمل الابلود، شوف اللي هيرجع لنا هنا. تمام الصورة رجعت اهي، ده الهاش اللي احنا المفروض هنحفظه بقى في البلوك تشين بعد كده. طيب احنا عايزين نعرض الهاش ده، الهاش ده عشان يتعرض بيحتاج انك تقول له بقى يعني يو ار ال، وبعد كده ده اليو ار ال ده اللي هو ده، يعني دي حاجة برضه مش لاج، ده الاند بوينت بتاعتهم، يعني المفروض تحط دي كده
ده اللي هو خلينا نحطه هنا نستخدمه اصلا كمان شويه، اللي هو تقول له جيت واي دوت باي نيتا. ولو انت مشترك طبعا في خطه، وده طبعا عشان ليميت، هتلاقيهم مديلك هنا دومين خاص بيك، يعني مثلا تبقى عامل مستر بيبو دوت كذا، اوبن سيد اوبن، تبقى عامل دومين خاص بيك في الاول هنا، فبتاخده تحطه وبتباصي ليه هنا ايه الهاش اللي هو اللي طلع لك هنا ده، فين الهاش ده؟ لو عملته كده كنترول سي وحطيته هنا، المفروض لو خدت الرابط ده كده كله دلوقتي ورحت فتحته هنا، تفتح لي الصوره اللي انا رافعها اهي كده، تمام. فكده تمام، احنا بقى عايزين نعمل نفس العمليه دي، احنا عايزين بعد ما يرفع الصوره دي، بعد ما يرفع الصوره دي يقوم رايح يبصيها برضه، اما نرجع هنحطها في رابط عشان نقلتها في الجزء ده كده، ماشي. فهنيجي هنا اهوت ببساطه بعد ال في بسم الله الرحمن الرحيم، فين ايوه، بعد ما ياخد هنا اهي، هقول له اعمل لي كونست، سوري هقول له اعمل لي كونست، انا هسميه ايه العربي ده، كونست، وهقول له هو هياخد منه حاجه. بص ودي موجوده هنا في حاجه اسمها ايه، اسمها اي بي اف اس هاش، فانا هاخد الكي دي كده، انا عارف ان في كي كده، واقول له بيساوي الريس دوت داتا، يعني ده كأن عملت ايه، بس عشان الناس تبقى فاهمه، كأن عملت ريس دوت داتا دوت اي بي اف اس هاش، فهو رجعها لي في حاجه اسمها اي بي اف اس هاش، كأن عملت دوت كذا. لما بتعمل كده انا عملت زي ديستراكت، تمام، فهياخدها. طيب انا بعد كده عايز اضيف لايه، عايز اعمل هنا هو بقى الست ايمج اللي هعرضها، لا مش الست ايمج، احنا عملنا هنا دي الست ايمج خدت الفايل، ده يو ار ال بقى، فانا هعمل واحد زي كده كونست ايمج يو ار ال ست ايمج يو ار ال يساوي يوز ستيت، وهقول له هو حاليا مثلا كده فاضي، وهاجي هنا اقول له ست ايمج يو ار ال، بعد دي كده حط لي فيها يا سيدي ايه بقى، حط لي فيها المفروض ده بس مش لوحده، عشان اخد الرابط كله عرض، فين الرابط اللي كنت حاطه كابو بيست، راح فين؟ طب عايز اخد الجزء ده كله كده اهو كنترول سي، وهقول له المفروض كده خلاص كده، ماشي. او طبعا اقدر اعمله بالكونكاتينيت عادي، يعني نقدر اللي هو يعني خلينا نعملها بطريقه اكتر بروفيشنال، اللي هو هناخد شيل ده خالص، نقول له احنا عملنا كده، نقول له الباكتك دي، واقول له كده طبعا هو ده يتشال بقى، ودي برضو ودي تتشال، وتيجي هنا تقول له كده، ناخد دي كده، هو يعرف ان ده اتريبيوت، ماشي. وبعد كده لما الصورة بقى بتيجي، هنيجي تحت هنا اهو بعد البتاع ده كده، هقول له يا سيدي بقى لو في ايمج يو ار ال، لما يبقى في ايمج يو ار ال هات لي تاج ايمج صغير، ماشي، والسورس بتاعه هيبقى هو الايمج يو ار ال، تمام، وبرضه اديله الالت عشان ما يزعلش اي بي اف اس، ماشي. فالمفروض لما اروح كده بقى نعمل ريفريش، المفروض يا سيدي لما اروح هنا كده اعمل ابلود للصورة دي، هقول له ابلود، اول ما اترفع تتعرض لي هنا بس كده، انا كده رفعت الصورة عنها. ولو رحت اكيد طبعا للفايلز بتاعتك هنا تبدأ تشوفه شباب، بصراحة الترتيب بقى تقدر تفلتر وجهه وخلافه، بس الموضوع بسيط، الموضوع كله فيه دالة واحدة اللي هي الدالة دي، اند بوينت بتبعت لها الداتا بتاعتك. انت بقى حابب مثلا ان الزرار ده يتلغى ما فيش زرار، خلاص انت خد الدالة دي، اول ما الراجل بيرفع هنا ويبقى فيه فايل، اما ده بيبقى جاهز تقوم رايح مرن الدالة دي جواه، ايا كان انت هتمشيها ازاي، انا حاولت افصصها حته حته عشان تستخدمها زي ما انت عايز. كان معاكم اخوكم بهاء، انتظرونا في المحاضرات الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ما تنساوش من اللايك من السبسكرايب، باي.